الأولين وإذ قالوا اللهم. يأتي هذا التضامن أيضا مع الأخ المناضل بلال كايد، هذا الذي الإضراب اليوم 51 بالأمعاء الخاوية، يدافع عن الكرامة، يدافع عن الحرية، يدافع عن الشعب الفلسطيني. نعم، هذه الوقفة التضامنية مع إخواننا جميعا الذين بدأوا إضرابهم اليوم، إخواننا في حركة حماس في إيشل وريمون ونفحة يقود هذا الإضراب. نعم، هذا الإضراب يقوده حسن سلامة وأبو الهيجة والبرغوثي. نعم، نعلن ذلك أمام العالم كله لنقول لهم إن هؤلاء الأسرى يدفعون ثمن التحرير إن شاء الله من أجل تحرير فلسطين، فشعبنا الفلسطيني معهم قلبا وقالبا مع هؤلاء الأسرى. ولذلك فإننا نحمل الكيان الصهيوني، نحمل هذا الكيان الصهيوني عن هذه الإجراءات القمعية الإجرامية اللا إنسانية اللا قانونية، وخاصة في الاعتقال الإداري. هذا مرفوض، وأن شعبنا الفلسطيني سيظل إن شاء الله من وراء الأسرى حتى يلغي هذا الاعتقال التعسفي الإجرامي اللا قانوني. من هنا فإننا نؤكد لشعبنا أن هذه الإجراءات التعسفية من هذا الكيان يريدون أيضا بإجرامهم أن يغطوا على ما يدور في القدس، من هنا من غزة من قلب المجلس التشريعي الفلسطيني. نحيي مرة أخرى أسرانا البواسل والأخ النائب أحمد سعدات والأخ بلال كايد وكل الذين بدأوا في إضرابهم من أجل الحرية والتحرير. نواب الشعب الفلسطيني، الإخوة الكرام، الأستاذ بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الموقف، ونحن الحركة الأخيرة دائما لا تخذل لا أسرعها ولا تخذل شعبها، كما أن شعبها لن يخذل أسرع. بعون ربي نزول حن الروح.